يدير لك الضريبه غيمشي يشكم، لا هو مجرد معطيات علميه. الفلاحه خصهم يديروا تعاونيات مزيانه ليهم، علاش؟ بحيث انها كتمكنهم من تثمين المنتوجات ديالهم، كتمكنهم كذلك من استعمال اليات التكنولوجيا الحديثه مثلا، ولا المكننه مثلا التراكتور باش كيحصدوا الحصاده، حفر الابار مثلا، مي كيكون بشكل جماعي كتنقم عليهم التكلفه رخيصه، وبالتالي كيربحوا في نهايه المطاف الثمن ديال المنتوج ديالهم. عندنا المجالات المنتوجات المحليه كامله بصفه عامه حتى هي مهمه، ولكن المشكل اللي كاين يطرح هو فاش كيكون كل واحد بوحده كينتج، ما كتمش واحد العمليه ديال التآزر ما بين المنتجين بشكل فردي. الا درنا تعاونيه وجمعنا فيها كاملين ممكن الانتاج ديالنا يتحسن، دونك كتعطينا الجوده في الانتاج، ممكن نبيعوه بثمن مرتفع، وبالتالي غادي نرجعوا التكاليف اللي خسرنا في الاول ويبقى لنا واحد الربح غادي نربحوا فيها. ولكن هذا خص ديك التجميع ديالنا فاش نجمعوا في تعاونيه، خص يكون ضروري بواحد العقليه ديال نجمعوا ونشتغلوا جميع، والعمل ديالنا يكون واحد كيكمل واحد، ما نبقاوش احنا مثلا يعني في الواجهه احنا مجمعين في تعاونيه ولكن في الاصل كل واحد خدام بوحده، هذه ما خصهاش تكون. اذا كان غادي يستمر داك كل واحد خدام بوحده من الاحسن ما دارش تعاونيه. هنا كتولي تعاونيه هي بعض الحالات كتولي هي كمعرقل، كتعرقل العمل ديال كل واحد. اذا ضروري الشرط المهم هو خص الناس بالفعل تحضر الاراده وكل شيء يشتغل وتمشي ويخدموا في اطار القانون، يحترموا القانون، يعرفوا بلي انه القانون جاء الى احترموه راه في الصالح ديالهم، وخاصة فيما يخص ديك التجمعات العامة خصها تنعقد في الوقت ديالها وتنعقد بواحد المصداقية، والناس تعبر بالرأي ديالها بحرية ويختاروا الرئيس ديال التعاونية اللي غادي يكون كيمثل الجميع، ويدار داك الشيء بشكل تناوبي، ما يبقاش داك الشيء يتورط يجي واحد راه رئيس التعاونية ويبقى إلى الأبد، لا خص داك الشيء يتناقش في إطار الجمع العام، وبالتالي الناس تختار بحريه واحد الشخص اللي ممكن يجرهم لقدام، واللي كيكون كيقود هذه التعاونيه حتى ناس اخرين خصهم يتعاونوا معاه باش كيساعدوه في المهام ديالو، الى عيا يطلب المساعده ديالهم ولا يتنازل يعني يخرج ما يبقاش هو رئيس ديال التعاونيه ويخلي ناس اخرين تشتغل. ولا كل شيء خدم بهذه الطريقه هذه الاكيد انه في الصالح ديال الفلاحه، والتعاونيه غادي تمكنهم من تحسين مستوى المعيشه ديالهم، ان هذا هو اللي مهم يمكن طمحوا فيه، كتمكن كذلك من الحفاظ على البيئه، خاصه دابا في المنطقه عندنا كاين الناس كيعانيوا مثلا شحال من فلاحه هذيك لاناب مشات، لاناب فرياتيك ما بقاتش، الماء مشاو، كاين الناس اللي عندهم البير، كاين الناس اللي بكثره ديال الاستغلال هلكوا هذيك ما بقاش عندهم، اذا هنا وهذا كيشكل خطر حتى على التواجد ديال الانسان من خلال الانشطه ديالو، وبالتالي ضروري نحضروا هذاك البعد البيئي ونحافظوا على الموارد المحليه اللي عندنا من اجل المصلحه ديال الجميع.